كانت في حفله مهمه جدا قبل المباراه الختاميه بيوم، والنادي الاهلي دايما لما بيحب ينظم بطوله بيحب يقرم كل الوفود المشاركه في هذه البطوله. حفله التكريم هنا مش فكره حفله تكريم لفقط المشاركه الفنيه، لا للمشاركه حتى الادبيه، وانك تتواجد في محفل قاري زي ده على ارض مصر وتحديدا داخل النادي الاهلي تحت رعايه الاتحاد الافريقي للكره الطائره. حفل تبادل الدروع للكرة الطائرة كان موجود فيه بالتأكيد الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة دكتور عمرو علواني، وكان بإشراف مباشر من اللجنة المنظمة العليا لهذه البطولة برئاسة دكتور مهند مجدي، وكان في تكريم لكل الوفود سواء الفرق الليبية الفرق المصرية اللي كان بالتأكيد مشارك فيها نادي سموحة السكندري. في تقرير في عدد من اللقاءات، في لقاء مع الأستاذ وليد عرفات نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة والأستاذ أحمد حسن عضو مجلس إدارة نادي سموحة، بيتكلموا عن حفل تبادل الدروع والإطار التنظيمي للبطولة الإفريقية للكرة الطائرة بشكل عام، وده بالتأكيد كان قبل المباراة الختامية بيوم. لكن الشيء جميل في هذه الحفلات ان انت بتجمع كل الوفود، لان الهدف في النهايه هو هدف رياضي لكن هدف مجتمعي، الكل بيشارك في البطوله الافريقيه اللي بينظمها النادي الاهلي زي ما احنا متعودين على طول. الاهلي طبعا دايما نادي سباق اللي هو بينظم بطولات وبينظمها يعني تنظيم هايل وجميل. انا حضرتها السنه اللي فاتت البطوله دي وكان تنظيم هايل، ان شاء الله السنه دي برضه تبقى تنظيم كويس. النادي الاهلي مش محتاج ان حد يمدح فيه، هو طبعا دايما بيعمل حاجه جميله وبيعمل حاجه فخر لمصر، مصر كلها بتتشرف اللي هو بيعمله الصراحه. يعني هو النادي الاهلي يعني نمره واحد في مصر، ودي حقيقه محدش يقدر يخفيها. دايما تنظيمه في البطولات تنظيم هايل، بينظم بطولات كويسة، دايما بيعمل بطولات عنده في الصالة المغطاة بتاعته، لأن الصالة المغطاة بتاعته صالة عملاقة بتستوعب كل حاجة، جمهور كويس جدا، بيعمل حفلة رائعة، بيعمل حفل ختام جميل. فهو طبعا بيمثل مصر مش بيمثل النادي الأهلي، هو مصر كلها بتفتخر بيه. يعني أنا سعيد جدا إن موجود في البطولة دي، وبصراحة فوجئت بالحفل توزيع الدروع، ودي يمكن اول مره نشوفها. في اقتراح جميل يعني عامله النادي الاهلي ان هو يجتمع بينا في مكان جميل زي ده، ويجيب ال 22 فرقه او الممثلين ليهم، وتبادل دروعه وتبادل التعارف وتبادل متبادل الايميلات بتاعتنا وتبادل، بحيث ان يبقى في تعارف فعلا. يبقى البطوله الافريقيه دي الى جانب دورها الرياضي عملت دور برضو اجتماعي ودور سياسي كويس جدا، ان عرفت الناس ببعض وقربتهم من بعض. طبعا النادي الاهلي اسم كبير في كل حاجه، كفايه حضرتك ان اسم الاهلي ده في ليبيا، في البحرين، في الاهلي، في كل حته، كل دي انديه طالعه اساسا من النادي الاهلي الاساسي، النادي الاهلي مصر. فطبعا ان هو يعمل البطولات الافريقيه، كان عامل بطوله هائله جدا للسيدات وفاز بيها الحمد لله. البطوله دي ان شاء الله ربنا يوفقه.